السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كريم زوي في فيديو جديد إن شاء الله. فيديو ديالنا غيكون حول التوقعات ديالي لمباريات الدور 16 من كأس إفريقيا للأمم المقامة بمصر الشقيق. كما كتعرفوا البارح سلا دور المجموعات من كاس افريقيا للامم، تأهلوا 16 منتخب الى الدور الثاني، وتأهل للدور الثاني 4 منتخبات عربية: المنتخب المصري، المنتخب المغربي، المنتخب الجزائري، والمنتخب التونسي نسور قرطاج. وحقيقة من بين هذه الفرق الاربعة الفريق التونسي هو الوحيد على ما اظن ان متذبذب شيئا ما يعني في اللعب دياله. وباش ما نساوش المنتخب الموريتاني اللي غادر المنافسة بوجه مشرف من الباب الواسع كأول مشاركة في الكان الإفريقي. الصراحة مستوى رائع من الموريتانيين. كنوجه تحية للشعب الموريتاني، كنوجه أيضا تحية للاعبين الموريتانيين على الروح القتالية، خصوصا في المباراة الثالثة أمام نسور قرطاج تونس. أما فيما يخص المنتخبات كاملة اللي تأهلت غادي نشوفوهم. أول منتخب هو أوغندا، السنغال، المغرب، بنين، مدغشقر، الكونغو، غانا، تونس، مالي، كوت ديفوار، الجزائر، غينيا، نيجيريا، الكاميرون، مصر، وجنوب افريقيا. حاليا هذوما المنتخبات المتأهلة لدور 16 من كان 2019 المقامة بمصر. حاليا كما كتشوفوا في المنتخبات المتأهلة ما كاينش شي مفاجأة كبيرة، من غير مفاجأة اللي كاينة صغيرة على ما اظن، والحصان الاسود هو منتخب مدغشقر. نعم يعني تأهل كأول بالمجموعة ديالو، الصراحة هو الحصان الاسود ديال هاد كاس افريقيا، وكنظن باغي غادي يزيد يعطي في المباراة القادمة إن شاء الله. أما الآن ندوزو التوقعات ديالي بشأن مباريات دور 16 من كأس إفريقيا للأمم. كما كتشوفوا المباراة الأولى عن أوغندا السنغال، أنا كنرجح كفة السنغال باش تأهل للدور الموالي. المباراة الثانية اللي عنا المغرب بنين، طبيعة الحال أسود أطلس، ماشي حيتاش أني مغربي فقط، هنا فهاد التوقعات غادي نزول العاطفة. المنتخب المغربي كيملك لعابة، كيملك دكة احتياط، كيملك مدرب محنك اللي قادر يعطي بزاف. صراحة المنتخب المغربي فات كاس افريقيا ويقدر يجيب الكاس من ارض الفراعنة، لهذا فات الثنائي كرشح المنتخب المغربي باش يدوز للدور الموالي. اما فيما يخص مباراة مدغشقر والكونغو، نعم مدغشقر هو الحصان الاسود في هذه البطولة. كونغو فريق نعم كبير لديه لاعبين ممتازين، لكن اظن ان مدغشقر ستقول كلمتها ايضا في هذا الدور. اذا مدغشقر الى الدور الموالي. المباراة الثانية غانا تونس. غانا تونس هنا انا متاسف، وكنتمنى نكون غلط، يا رب نكون غلط، لكن على الورق غانا هي من ستتاهل. انا اسف للشعب التونسي، اسف، لكن اتمنى ان اكون انا يعني ليس على صواب. اتمنى يا رب ان يتاهل المنتخب التونسي، لكن بدون عاطفه على الورق غانا هي من ستتاهل الى الدور الموالي. مباراه مالي الكوت ديفوار، بزاف ديال الناس كيقولوا بان الكوت ديفوار طاحت، بان الكوت ديفوار ما بانتش على القوه ديالها في دور المجموعات، لكن اقول ان الكوت ديفوار قادره ان تفوز على مالي وتتاهل. نعم في هذه المباراه ارشح الكوت ديفوار الى الدور الموالي. اما المباراه التاليه الجزائر غينيا، بدون اي شك الجزائر الى الدور الموالي. نعم كيملكوا لعابه واعرين بزاف، عندهم ترينادور واعر بزاف صراحه، دكه احتياط واعره بزاف. اظن ان المنتخب الجزائري سيقول كلمته في هذا الكان او في هذا العرس الافريقي. اما فيما يخص مباراة نيجيريا الكاميرون، هذه هي بالنسبة لي المباراة الوحيدة اللي فيها 50-50، صعيب بزاف تعرف شكون اللي غادي يتأهل بين الكاميرون ونيجيريا، صعيب بزاف، لأن تقريبا أنا أرى أن المستويات متقاربة. منتخب الكاميروني اللي كينقصو هو الهداف، يعني ما عندوش واحد رأس حربة اللي يسكي الأهداف، يعني أنا أظن أن النيجر هي من ستتأهل إلى الدور الموالي. أما فيما يخص المباراة الأخيرة وهي مصر جنوب إفريقيا، بدون أدنى شك جنوب إفريقيا شفنا المستوى ديالها صراحه ماشي شي مستوى كبير الى قارناه مع منتخب مصر، رغم ان المنتخب المصري الفراعنه حتى هما ما داروش بشي مستوى كبير، لكن عندهم الجرينتا، عندهم يعني الارض والجمهور غادي يلعب دور كبير في المباريات المقبله بالنسبه للمنتخب المصري. ايضا لديهم صلاح اللي يقدر
يفك العقدة في أي لحظة في أي ثانية من المباراة. هنا أشجع المنتخب الفراعنة إلى الدور المقبل. كما شفتوا هادو هما المنتخبات اللي أنا رشحتها باش يتأهلوا للدور المقبل. كنتمنى السنين القبل حتى أنتم تخليوا لي في التعليقات شنو هما المنتخبات اللي كتظنوا غادي يتأهلوا، واش كتخالفوا معايا في شي منتخب، ولا حتى أنتم عندكم نفس الاسماء ديال المنتخبات اللي غادي يتاهلوا للدور الموالي. واش غادي نشوفوا شي مفاجات من بعد ما يبدا الدور 16؟ الله اعلم. هذه هي الكره. الكره ليس بعلم حقيقي. الكره المستديره الساهره في وسط الملعب، ممكن يوقع اي حاجه. لهذا هالتوقعات فقط هي توقعات على الورق، على ما شاهدناه في مباريات دور المجموعات. كنتمنى من صميم القلب تكون التوقعات ديالي صحيحه من غير توقع واحد. اتمنى ان اكون يعني غلط فيه، هو توقع منتخب تونس. اتمنى نصر قرطاج ان تمر، اتمنى وساكون من مشجعيهم في مباراه غانا. توقعي كان غانا ستمر، لكن اتمنى نصر قرطاج ان تمر. الى هنا باش ما نجيش نطول عليكم الفيديو. كنتمنى من صميم القلب نكون دغفف لكم. كنتمنى ما تدخلوش ليا بالضغط على الزر لايك، ايضا اعملوا سبسكرايب لاشين، ايضا ما تنساوش تزوروا حسابي في الانستغرام غادي يطلع لكم هنايا. الى هنا، الى اللقاء، فيديو قادم ان شاء الله.